السلام عليكم. تلميذة جزائرية اسمها أنايس من ولاية تيزي وزو تتحصل على المرتبة الأولى في فرنسا في شهادة البكالوريا 2024 وشعبة علوم بمعدل 19. أنايس كانت قد درست بالجزائر الدور الابتدائي والمتوسط وانتقلت إلى فرنسا بعدها، وحسب المعلومات في سبتمبر القادم أنايس ستلتحق بإحدى المدارس الإعدادية الهندسية المرموقة. ألف مبروك.